الله تعالى وبركاته يا اخواني اخواتي، مرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد دائما مع محبي وعشاق القصص الواقعية وكذلك قصص الجريمة. كيف ما شفنا في الحلقة السابقة ديال اختطاف المليونير فريدي هينيكن، واللي ما شافش هذه الحلقة هي بعنوان 11 سنة سجن بسبب هينيكن. كيف قلنا شكون اللي خطط لهذه العملية؟ هو المجرم اللي غنتكلموا عليه اليوم اللي هو فيلم هوليدر. كيف جاتو باش يختطف هذا المليونير؟ كيف قلنا في الحلقة السابقة بأن الأب ديالو كان كسائق شخصي لفريدي هينيكن، ولكن من بعد طرد من العمل لأسباب نجهلها، من تماك تعاطى الشرب الكحول بكثرة إلى حتى انتهى به المطاف بالانتحار. هنا الابن ديالو كيحاول باش ينتقم وكذلك يعني صفقة مربحة له. فيلم هوليدر يعني شاب كون يعني عصابة من أصدقائه، يعني هما بربعة، وفي سنة 1974 يعني كتكون واحد العملية سطو مسلحة على واحد الشاحنة لنقل الأموال. والغريب في هذه العملية هو الخاطفين يعني كيخدموا سيارة وكذلك قارب صغير أنهار أمستردام، يعني كيف كتعرفوا الوداد اللي دايزين في شوارع أمستردام القديمة. المهم كتنجح لهم العملية، كيديروا شركة بناء. هاد الشركة اللي هي حنا غنعرفوا بالضبط شنو هي، شنو كان في هاد الشركة، كيديروا هاد الشركة البناء وكيبقاو يستولوا على يعني المحلات اللي كيكونوا مستولين عليها واحد الاشخاص اللي هما الكراك. شكون هما الكراك؟ هما هادو الكراك. يعني كاين المباني ولا المحلات هنا في هولندا، ما عرفتش واش مازال داك وقيلة مازال، يعني المحل ولا البيت اللي تيبقى مهجور لمدة 5 سنين راه كيستولوا عليه هاد الناس وكيولي الملكهم هاكا كيف كتسمعوا. المهم العصابة بقات هاكا خدامة على هاد المنوال الى حتى تصادموا مع الشرطة في واحد النهار، وهنا لأول مرة كتسجل اسمائهم في مركز الشرطة. بقاو هكا قلنا الى حتى سنة 1983 وكيتم اختطاف فريدي هينيكن. هذا الاختطاف اللي يعني عامين هما تيوجدوا ليه، وفي ظرف هاد العامين كانت المراقبة يعني تقريبا يومية من كل هما بربعة كل مرة واحد، وكذلك تم بناء غرفتين كاتمة للصوت في مقر شركة البناء. اللي تاني مرة اللي بغى باش يشوف هاد العملية الاختطاف يشوف الفيديو ديال 11 سنة سجن بسبب هينيكن. يعني من بعد ما تم الاختطاف وتم تسليم فدية ديال 35 مليون دالخلد اللي كتعادل حاليا 16 مليون اورو، وتلقى القبض على المتهمين وتم الافراج على فريدي هينيكن والسائق ديالو، وتلقات 27 مليون من 35 مليون، يعني 8 مليون بقات ضايعه. وحتى في تحقيق المتهمين قالوا بانها تحرقات، وبقات القضيه على هذا الشكل هكا الى حتى دوزوا المتهمين المهم ثلثي المده وتخرجوا في سنه 1992. هنا اخوتي واحد القانون في هولندا يعني بعض الجرائم من سنه الفوق كيمكن للسجين يدوز غير ثلثي المدة. المهم خرجوا في سنة 1992، وهنا هوليدر كيتفلق على يان بولارد وعلى فرانس ماير، وتيبقى مع الصديق ديالو كورفون هاوت اللي غادي يولي الزوج ديال الأخت ديالو. هاد الزوج المهم كملوا في رجعوا لعالم تجارة المخدرات
وكذلك الابتزاز بالعنف. سنة 1994 كيشري فيلم هوليدر الملهى الليلي المشهور في امستردام اللي هو كاسا روسو، هو وصديقه ونسيبه كورفن هاوتس وواحد الشريك ثالث اللي هو روب غريف هورست، واستمروا كذلك يعني مباني الدعارة في مدينة ألكمار وكذلك في مدينة أمستردام، يعني أصحاب الضوء الأحمر. ولكن في سنة 1996 كيوقع ارتباك ما بين هاد الثلاثة، وهنا يعني كيتفرقوا، كيتفرق على نسيبو وعلى الشريك الثالث. وهنا فيلم هوليدر فين ترجع يعني الأصدقاء الطفولة اللي هما جون ميرمات وسام كليبر. هاد الجوج راه كانوا يعني ابتزوا، يعني اصحابهم كانوا ابتزوا هوليدر وكورفن هاوت، يعني ابتزوهم غير من قبل ودابا هو رجع ليهم. شوفوا هاد العالم كيف داير اخواتي. المهم هاد الجوج اللي قلنا رجع ليهم هوليدر كذلك مسؤولين على واحد العمليه فاشله ديال القتل اللي دارت في حق كورفن هاوت. وفي مارس من نفس السنه كتم تصفيه شريك ثالث وتاجر العقارات اللي هو روب غريف هورست، سالوا معاه هذا الاول. وهناك هوليدر كيشرك مع المستشار المالي وكذلك تاجر العقارات اللي هو فيلم اندسترا. وفي سنة 2002 كتذاع واحد الصورة اللي مصور فيها فيلم هوليدر وفيلم اندسترا، يعني كتكون واحد الصفعة وفضيحة يعني المصرف العالم السفلي هنا في هولندا. وحتى يعني فيلم اندسترا هذا الشريك ديال فيلم هوليدر ما بغاش يقرب داك الصورة وقال بأنه يعني تا هوليدر تعرفوا من بعيد، يعني شمن علاقة ما بين مستشار مالي وتاجر عقارات، يعني الواحد خاطف مليونير وضارب سنوات في الحبس وخارج. هذا هو اللي كانت فضيحة كيف قلنا لهذا المستشار المالي اللي هو فيلم اندسترا. يوليوز من سنة 2003 كيتم القبض على فيلم هوليدر في حيازته السلاح، يعني ما عنده رخصة. ومن بعد 3 ايام كتصادر السيارة ديالو لان تلقى فيها مكان تخبي فيه السلاح. وغير على فكرة اخوتي هنا يعني كيف قلت يعني 3 ايام قبطوه بالسلاح ومن بعد 3 ايام تقبط عاوتاني، غير باش نتفاهموا. هنا كاين شي احكام في هولندا يعني وشي جرائم كتمشي تدوز فيهم ممكن 6 سوايع حتى النهار في مركز الشرطة وكتطلق بحالك الى حتى تيجيك موعد يعني النهار ديال المحكمة. هذا هو باش قلنا تقبط بالسلاح، ويعني من بعد 3 ايام تقبط بصدرات السيارة ديالو لأن تلقى فيها مكان مخبع فيه السلاح. هذا هو باش نتفاهم، ويعني الإنسان تيخرج يقدر يدوز 6 سوايع ولا نهار وتيخرج ويتسنى يوم المحاكمة ديالو. كيف قلنا يعني من بعد تقبط المرة الثانية وتصدرات السيارة ديالو، وفي 2004 كتم أخذ الرخصة منه لأنه كان تيسوق بواحد السرعة جنونية. وفي نهار وكت تسحب منه الرخصة كيف قلت على حساب السرعة الجنونية، وتا هي كاين محاكمة وخا عندك البيرمي تا هو غتمشي عند القاضي عليه. يعني ولما تسأل على داك السرعة الجنونية اللي كان غادي بها قال بأنه كان يعني متابعينه شي وحدين وخوفا على حياته كان سايق بداك السرعة. المهم تعاطف معاه القاضي ورد له الرخصة ديالو. وهنا غنشوفوا واحد العلاقه ما بين هيلس انجل هاد الشخص اللي هو في 20 سبتمبر من سنه 2004 كيتم طرد عضوين والرئيس ديالهم من هاد العصابه الدراجات هيلس انجل. علاش؟ لانهم كانوا متورطين ولا مكريين باش يقتلوا فيلم هوليدر من طرف فيلم اندسترا، فلهذا اكتفوا بطردهم من
من يعني حيدوا لهم العضويه من هاد العصابه اصحاب الدراجات، لان كاين علاقه ما بين فيلم هولايدر والرئيس التنفيذي ديال هيلز انجل هنا في هولندا. واش من علاقه، كلها مصالح وكلها فلوس. وفي نفس السنه 2004 هنا كيتم التصفيه ديال فيلم اندسترا اللي كان باغي داك الجوج مهيلز انجل يقتلوا فيلم هولايدر. سنة 2004 كتم التصفيه ديالو. وفي 2005 كيتسمى هولايدر بانه رجل السنه، لانه تم دخل في واحد الصلح ما بين واحد الجماعه اليهود العقارات وواحد رجل عقارات كذلك اخر، ولا مقاول عقارات واحد اخر، يعني صالح ما بيناتهم بشحال؟ بجوج المليون اورو. الا كان اخوتي هذا تصالح الناس بجوج المليون اورو، يعني الابتزاز بشحال غادي يكون؟ غادي يكون اكثر. شتو على عالم فين احنا اخوتي. وفي 2006 كيتم القبض مره اخرى على فيلم هولايدر لشباهه في قيامه بالابتزاز والعنف مع تجار عقارات هنا في هولندا. ما بين الضحايا كاين فيلم اندسترا كذلك، هو كان يعاني من ابتزازات فيلم هولايدر، يعني ملي كان شريكو واخا، ولكن ملي فكانوا فرقوا الشركه قبل ما يقتلوا يعني كان ابتزازات. المهم كيتم اقتحام بعض البيوت تابعين لهولايدر، وكيتلقاو تما كاينه اشرطه يعني كانت الفيلم اندسترا تيقول فيها بانه هولايدر مسؤول على 25 عمليه تصفيه، اللي منهم 2003 نسيبو كورفنهاوت، وكذلك في 2003 روبرت هاك، 2004 فيلم اندسترا، 2005 جون ميرمات هذا اللي كان صاحبه بتزو، 2005 كذلك كيس هاوتمان، وفي 2006 توماس فندير بيل. وكانت عند هولايدر يعني خطط باش يقتل الاخت ديالو والاولاد ديالها خوفا من الانتقام، لان كيف قلت هذاك كورفنهاوت راه كان صاحبه ونسيبه. المهم كان باغي يقتل تاختو وولادها يعني خوفا من الانتقام وباش يستولي على الممتلكات ديالو، وباش ما يبينش الشبهه خسر في الجنازه ديالو 200 في جنازه صاحبه 250 الف اورو. المهم كيف قلنا هو كان شد في 2006 كان غيتحاكم داك العام، ولكن تأجلت المحاكمة ديالو لأن تم هجوم مسلح على المحكمة اللي غيتحاكم فيها، يعني محكمة محمية. المحكمة كاينة في القبو، كاينة في لاكاف، أما المكان اللي تلقى عليه الهجوم يعني كان غير فوق مكاتب ما أثروا شيء. المهم تأجلت المحاكمة ديالو حتى 2007 وتتحكم 9 سنوات، وفي الاستئناف كتبقى له كذلك 9 سنوات. المهم كيدوز، حنا رجعوا لثلثي المدة، كيدوز منها ثلثي المدة، وفي 2012 تيخرج. وهنا كيصبح المجرم المحبوب ولا الأب الروحي. وفي 2013 كان كتب يومياته على واحد المجلة اللي هي مجلة ريفي، وكذلك كانت عنده مقابلات مع راديو اف ام 583، وكذلك كان تشارك في واحد البرنامج تلفزيوني على القناة الهولندية الثانية اللي هو كوليج تور، الى حتى 13 ديسمبر من سنة 2014 كيتم القبض على هولايدر بتهمة التهديد بالقتل للصحفي الجنائي بيتر إيدفريس اللي كان أخذ أنا منه حلقات وكان ترجمها لكم المشاهدين المتتبعين الأحباء الأوفياء. المهم بغى يقتلنا الصحفي الجنائي ديالنا. المهم ما عليناش، في نفس السنة كتابعوا المحكمة بقتل شخصين آخرين اللي هما كيس هوتمان وتوماس فندير بايل. وفي 2015 كتبدأ المحاكمة ديالو
والغريب في هذه المحاكمه هي اللي كتجي الاخت ديالو استريت اللي تشد الضوء. هاد الاخت ديال استريت كان كتبات كتاب عليه وسماته يوداس اللي المعنى ديالو يهودا، وخبرات النيابه العامه بان الاخ ديالها كان يخطط كذلك لقتل 8 ديال الاشخاص. وكذلك جات شهاده اخرى عند الاخت ديال الاخرى، الاخت ديال الاخرى اللي كانت الزوجه ديال كورفنهاوت الصديق ديالو حتى هي شهدت ضده، وكذلك الطريقه ديالو حتى هي شهدت ضده. ودانته النيابه العامه والمحكمه، ودانته المحكمه في سنه 2019 وحكمت عليه بالمؤبد. وهو الان كيقبع في السجن اللي تكلمت عليه واحد ثلاثه ديال الحلقات الوراء، اللي هو سجن ما تستطعش تهرب منه ولو بالهليكوبتر. المهم تيقبع تماك بالمؤبد. نطلب من الله نستافدوا من هذه الحلقه باش ما كان ولا نخرجوا بشي افاده ولا تسليه، وحتى الموضوع ولا الحلقه الجايه. السلام عليكم.